عارف اكتر حاجه بتضايقني ايه ده؟ مين؟ السلام عليكم يا باشا. السلام ورحمة الله وبركاته. هو فيلا الدكتور محمد مراد هنا؟ مفيش حد بالاسم ده هنا. قالوا لي قريبة. معرفش والله. شوية مية عشان العربية، عشان العربية سخنة الله يخليك. حاضر. تسلم شيف على الموبايل بسرعه. سلمى! ده هو ما تخافيش. كلمي شيف. سلمى! انا اسف خيبت ظنك فيا، بس صدقيني مش انا السبب، امك هي السبب. مفيش سيجنال، مفيش سيجنال. ده مشوش على الشبكة ولا ايه؟ معرفش يعني ايه. بقولك ايه، انا هنزل تحت هحاول اتصل من على التليفون الارضي لشريف. لا لا لا، انتي اوعي تتحركي من الاوضه. لا عشان خاطر، لا اوعي تتحركي من الاوضه زي ما بقولك كده. انا لازم انزل، لو استنينا هو هيطلع لنا. بس اتحركيش من الاوضه. اوعي تتحركي. مامي أنا بحبك، ما كنتش حابب أحطك موقف زي ده. أنت عارفة كده صح؟ صح؟ أمك خدت مني حاجة غالية جدا. أبويا لازم أخليها تعيسة، لازم أندبها. أنا قررت أخد حاجة غالية عليها. لا لا تعالوا قوي.
مامي أمي كبرت مش هتعرف تخلف فاهمة حزنها عليك استنى عندك اقف في مكانك استنى اقف في مكانك اقف في مكانك انت مشكلتك معايا انا مش معاها هي لا مشكلتي معاها هي عارفة كده صح نزل السكينة ارمي السكينة حاضر ارميها ابوك كان مجرم ابوك كان مجرم ابوك اللي حصل له ده كان اقل جزاء ليه حذر استغل بجوزه وبص دم الغلابه اسكتي اسكتي مش هسكت واضح ان ابوك رباك زيه بالظبط حاقد ما بتشوفش الحقيقه بعينيك اسكتي ما يموتش في السجن موته طبيعيه احمد ربنا وزيدك وش وضعك ابوك كان لازم يتعدل في ميدان عام اسكتي اسكتي على فكرة انت الغريب غريب جدا يعني ما خلصتش الدنيا ما لقيتش غير صاحبتها بتلف عليها ازاي بتحبها وفي نفس الوقت بتخونها انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده لا انا بكلمك بس عشان افهمك انك انت غلطان هي اللي صح مريح دماغك على الاخر ايه بقى في ايه على الصبح على فكره انت بقيت تكراني ومبقيتش تقلي كلمه عشان بقيت الجلسه الله يسامحك انا الغلطان اني جيت لك ليه بقى ان شاء الله عشان نزلت قبلك والله ده كرم اخلاق مني سادة بالله انا الغلطانة انا عشان تعرف اني انا احسن منك واجدع منك الف مرة عشان تعرف الفرق ما بيني وبينك جيت لك النهاردة عشان اقول لك هابي بيرثدي كل سنة وانت طيب يا عم والله مش عارف اقول لك ايه هتقول ايه غير انك انت قليل الذوق بتعرف تتكلم مع البنات وانا مش عارفة يا سلمى بتحبي فيك ايه احنا هنلبخ تاني يا ربي تصدق بالله استفلوا مع بعض انتوا حرين انا همشي رايحه فين عندي شغل وعندي بنك وعندي كوافير وعندي جيم يلا يلا مش فاضي ايوه عايزه تقولي انك مهمه يعني لا مش مهمه بس بصراحه سلمى قالت لي ما اقولكش ان هي جايه تقول لك كل سنه وانت طيب وانا لازم امشي حالا عشان هي ما تجيش وتلاقيني هنا بقى زي ما اكون كنت في كابوس ضيعت حاجات كتير حلوه كانت في ايديا